أيها الأحباب الكرام، نبدأ بسيدنا الأمير عبد القادر رضي الله تعالى عنه إنساناً. هو سيدنا الأمير عبد القادر ابن سيدنا محي الدين ابن سيدنا مصطفى ابن سيدنا مختار الحسني الجزائري، كما هو مدون في ختمه رضي الله تعالى عنه، وختمه لا يتجاوز بنان إبهامي هذا، كان ختماً صغيراً جداً كتب عليه عبد القادر الجزائري. يتسلسل نسبه إلى 30 جداً إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وببقية الأحفاد تجتمع في نسبه الشريف 6 أحفاد آخرين إلى يومنا هذا. بلغني أن بعضهم في أقصى الشرق الجزائري من ذرية سيدنا خالد الجزائري رضي الله تعالى عنه، وليس هذا غريباً، فإن سيدنا الأمير كلف سيدنا خالد بتجييش الجيوش في أقصى الشرق الجزائري. حينئذ من يومنا هذا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تطمئن إلى أن سيدنا الأمير يندرج في سلسلة مشكلة من 37 فرداً حسب علم الطبقات وحسب المشجر في الأنساب وحسب العمود النسبي وحسب التواتر النسبي، وهي المناهج الثلاثة التي نعرف منها نسب الشخص. ولد سنة 22 و200 ألف للهجرة، وانتقل إلى جوار ربه سنة 300 ألف، يعني سنة 87 ألف للميلاد، وانتقل سنة 82 و800 ألف للميلاد، على الخلاف مما أثبتته حفيدته السيدة بديعة الحسني الجزائري في كتابها حياة وفكر الأمير عبد القادر، وخالفت بذلك كل المؤرخين، أثبتت له سنة إضافية في حياته. وهذا خلاف المؤرخين جميعاً، عاش 78 سنة، وهو نفس عمر الشيخ الأكبر سيد محي الدين بن عربي الحاتمي الطائي دفين دمشق ومجاوره في الروضة الصالحية، عاش نفس السن، وسأذكر ما بينهما في نهاية المحاضرة في الجزء الخاص بتصوفه. خلف 10 من الذكور و6 من الإناث و4 من أمهات الأولاد، وكان الله سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته أن يكون هذا التصاهر بين الجزائر وبين بلاد الشام من خلال سيدنا الأمير عبد القادر رضي الله تعالى عنه. والآن جالية كبيرة تنتشر بين الشام وفلسطين، كلها من ذرية سيدنا الأمير رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل عند سن 21 اجتمعت القبائل الجزائرية لإعلان الجهاد ضد فرنسا، كان هذا سنة 32 و800 ألف، سنة واحدة بعد دخول الاستعمار. فجاءوا إلى سيدنا والدي الأمير السيد محي الدين، قالوا نبايعك على الجهاد، قال لا، وكان ذلك فراسة منه رضي الله عنه، فإنه انتقل إلى الدار الآخرة بعد سنة واحدة. قال قد رشحت لكم ابني عبد القادر، وكان عمره 21 سنة، وفعلا بايعته القبائل المجتمعة للجهاد، بايعته أميرا لثلاثة أسباب. أولا لأنها كانت تعتقد قرشية البيعة، تعلمون البيعة من شروطها الذكورة والإسلام والعقل والقرشية، ومن الذين قالوا بقرشية الخلافة سيدنا الشافعي رضي الله تعالى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش فمن نازعهم فيها كبه الله على وجهه. اجتمعت هذه الشروط في سيدنا الأمير عبد القادر، إضافة لحفظه القرآن وحفظه متون الفقه ودرايته بعلوم الشريعة كلها، وكونه كان فارساً حصاني، كان دلال المنايا فخاض غبارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع.
هكذا كان سيدنا الأمير رضي الله عنه، وبايعته القبائل وأعلن الجهاد، واستمر هذا الجهاد، وهذه كلمة لأبنائنا الكرام الصغار النشأ، استمر 17 سنة دون هوادة ولا انقطاع، حتى اجتمعت عليه الجيوش المراكشية والفرنسية، فانعدم التكافؤ في القوة وفي العدد وفي السلاح وفي أمور كثيرة، فأعلنت الهدنة، وبعدها نقل إلى فرنسا ليبقى في سجنه هناك، وهي قصة تطول. سيدنا الأمير عبد القادر إنساناً، هذا هو الجانب المدني في حياته، حياته وكيف نشأ وكيف بويع، فبيعته كانت علامة سياسية فارقة في بناء الدولة الجزائرية الحديثة. حين نسأل اليوم من مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، نجيب جواباً واحداً، وهو سيدنا الأمير عبد القادر هو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وهذا الذي أثبتناه جميعاً كما ورثناه عن ساداتنا المؤرخين. كما هو اتفاق كلمة العلماء والسياسيين في الجزائر، فهو الذي بنى لنا هذه الدولة التي ننعم اليوم باستقلالها. ومن محاسن الصدف أننا ونحن في الدروس المحمدية يجب أن نذكر أنه حين ضرب سكته، يعني طبع دراهمه، سماها المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، النقود الجزائرية، لتعلموا أن ما نقوم به اليوم إنما هو امتداد لحركة الآباء والأجداد في حبهم لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب دراهمه وسماها المحمدية، وبنى مخازن السلاح في مدينة مليانة وفي غيرها. سيدنا الأمير إنسانا بعد أن انتقل إلى سجنه بأمبواز في فرنسا، خدعه الفرنسيون، جلس في سجنه يدرس ويحاضر ويذكر الله سبحانه وتعالى، وسنذكر تفاصيل بهذا الشأن. فلما خرج من سجنه ذهب إلى الأستانة بتركيا، ثم بعد ذلك ذهب إلى رحلة صوفية سيكون لها أثرها الأبعد بعد إقامة 3 سنوات في بلاد الشام، ثم عودته إليها تحديدا إلى دمشق.